عندنا عاملين منه نسخه. تمام. رز الصياديه بقى احنا بيعتمد على لون البصله. لون البصله كل ما تلون كل ما تديكي الرز بيبقى شكله كده اهو. جميل. اللي هو الرز اللي لونه بني الحلو ده. طب يا شيف انا بشوف كمان في بعض الاحيان ان مع السمك بيتغرف رز لونه اخضر. لونه اخضر بيبقى ممكن بتتبيله الاعشاب اللي هي اللي احنا عملناها. البقدونس والشبت. البقدونس والشبت والكزبره الخضراء. والكزبره الخضراء. تمام. يلا نبتدي بالرز. نبتدي بالرز وانا اقول لكم على المقادير سريعا. كيلو رز ابيض طبعا مش لازم يبقى كيلو بس يفضل ان هو يبقى الرز المصري ويكون مغسول. 2 بصل ابيض مفروم ناعم جدا. لتر ونص مرقه خضار. 20 جرام ملح. 5 جرامات فلفل اسود. 30 ملي جرام زيت. 20 جرام كمون. وللتزيين 2 ليمون ادليا و10 ورقات كزبره خضراء. احنا هنا هنغرف الرز اللي عملناه. قرن فلفل. قرن فلفل حامي احمر يتقطع شرايح رفيعه. وبس كده. وبالالف هنا وشفا. احنا هنا بصي شم ريحه الرز ده. احنا هنا هنعمل هنتابع هنا. ممكن تنولي لي معلقه؟ اتفضل. تسلم ايدك. يبقى احنا زي ما قلنا عشان نضمن ان الرز يطلع حلو ولونه حلو لازم ان احنا نقلب البصله في الماده الدهنيه سواء زيت زبده او سمنه ولغايه لما تاخد اللون البني الجميل. ومعانا مي. يا مي. الو صباح الخير. صباح الفل عليكي. ازيك يا شيف؟ اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه. معاكي بيبي شكلك صح؟ ايه؟ معاكي بيبي؟ معايا ريناد. ما شاء الله عشت الاسامي. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. عندك سؤال؟ لو سمحتي يا شيف. اتفضلي. عاوز اسال عن طريقه الكبده الاسكندراني. الله عليكي. سلام. انت كده بتفهمي في الاكل. يلا هجاوبك بسرعه. شكرا يا مي. هنجيب كبده اسكندراني وهنروح لعند الجزار هنقول للراجل يقطعها لنا. استنى مع الاخر. ماشي. هنقول للجزار يقطعها لنا شرايح رفيعه. شرايح رفيعه حلوه قوي. بنقول عليها عصافير. وبعد كده هنجيبها هنتبلها بالكزبره والثوم والليمون والخل. وفي ناس بتضيف لها اسبرايت عشان يضيف الزفر يشيل الزفر على طول. اول مره اسمعها دي. اسبرايت. ولما نيجي نقل الكبده الاسكندراني لازم يكون في زيت غزير كاننا بنعمل بطاطس. يا فبنقوم مصفينها من التتبيله كويس. انا افتكرت ممكن نشوحها بس لا. لما بتتقلي في زيت غزير بتحافظ على ان خلت الكبده طريه. تمام. احنا هنا البصل عندنا لونت. بصوا بقى ادينا كده ايه بنستفيد بخبرات الشيف علي محبوب لان هو فعلا شيف متمكن جدا جدا. البصله هنا كده لونت هي دي اللي هتعمل لي اللون بتاع الرز. مظبوط. هنزل عليه برز. واقول لك على حاجه بقى انا الرز بتاعنا ده بحبه اكتر من رز البسمتي 100 مره. الرز المصري. الرز المصري طبعا جميل. جميل جدا جدا وفعلا بحس ان هو بيشبع بجد. يعني بيشبع وطعمه حلو وكل حاجه. انا عندي هنا مرقه فيها ملح وفلفل وكمون. تمام. والمرقه بتاعتي. مرقه ايه بقى؟ مرقه دجاج. ممكن مرقه دجاج. او مرقه سمك لو يستحسن. تمام. لو مش متوفره ايه المتوفر هو اللي احنا نستخدمه بصراحه يا شيف. مش لازم ايه ان احنا نحبكها زي ما بيقولوا. جميل جدا. بنخلي مقدار الرز اعلى منه بعقله صباع. الرز المصري بالذات. حلو. الرز البسمتي بنضعف الميه شويه بتاعته. صحيح. تمام. احنا كده هنسيبه لغايه لما يتشرب بعد كده هنوطي عليه ونخليه على جنب. بالظبط كده. نيجي يعني بقى نعمل الخطوات العصير. اللي هي ايه البسيطه بتاعه الرز. الرز العادي اللي احنا بنعمله في البيت بتاعنا كل يوم. ومعانا تليفون. معانا مين؟ معانا ياسمين. مساء الفل يا ياسمين. ايوه ايوه يا ياسمين. رمضان كريم. رمضان كريم. الله اكرم. الله يخليكي. عامله